شكرا ميثا. من أهم المواضيع التي تشغل حياتنا اليومية الجسم السليم واللياقة. من هنا كانت فقرة لياقة بكل ما تحمل لكم من نصائح وتمارين. عندما نتحدث عن كمال الأجسام يتبادر إلى أذهاننا الرجال حصرا باعتبارهم أكثر اهتماما بهذه الرياضة، وكثيرات من النساء يستبعدن فكرة رفع الأثقال خشية الانتقال من نقص الوزن إلى زيادة الكتلة العضلية وفقدان الأنوثة والتشبه بالرجال. إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة عدم قلق النساء من رفع الأثقال ومن تأثير ذلك في جسم المرأة، ويؤكدون أن مشكلة معظم النساء تكمن في الخوف من بناء عضلات كبيرة عوضا عن التفكير في بناء ما فيه الكفاية من عضلات قوية. فهل تبقى أنوثة المرأة إذا مارست رياضة كمال الأجسام؟ وهل تكتسب الفتاة أو المرأة عضلات تجعلها تبدو ضخمة كالرجال؟ ومعنا في الاستوديو مدربة اللياقة البدنية وخبيرة التغذية براء الصباغ. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير براء. صباح النور. صباح الخير براء. أهلا وسهلا. أنا وننسي دايما عنا هيدا النقاش بإلا لازم ترفع شوية أثقال ما حتصيري ضخمة مثل وأنا ما بقتنع كارديو، بس هي من جماعة تخسيس الوزن والركض على يعني استخدام الكارديو بشكل عام. هل فعلا النساء إذا استخدموا الأثقال شوي وعملوا شوية تمارين بيضخموا بيصيروا مثل الرجال؟ طمنينا يا براء. أبدا، ويعني عن جد يا ريت هيدا المعتقد الخاطئ يعني نلغيه نتخلص منه. بالضبط، نتخلص منه لأنه أبداً منه صحيح وأبداً منه مزبوط. وأكيد هاني بيعرف لأنه أنت بتتمرن صح؟ أنا بتمرن. قدي بتاخد وقت لحتى جسم الرجل أنه يكون عم يكبر بالحجم ويزيد هيدي الكتلة العضلية بشكل كبير؟ يعني مش بيوم وليلة بواحد بفوت على الجيم بيطلع من الجيم، أو حتى سنة بفوت وبيطلع من الجيم وبيكبر وبيصير حجمه كبير. فبياخد هيدا الشيء كتير وقت حتى مع الرجال، وهيدا مع انه الرجال عندهم ليفل من التستوستيرون، كميه التستوستيرون الهرمون كثير عاليه وكثير اعلى من النسوان، يلي هو هيدا هو الهرمون يلي بخلي الجسم يكبر بهيدي الطريقه، والنسوان ما عندها هيدي الكميه من الهرمونز لحتى يصير هيك. يعني اقتنعوا يا بنات، اقتنعي يا ننسي هذا الحكي قايل لك يا 100 مره. هلا ليه يعني ليه مهم انه انت تروحي تعملي رياضه؟ ما عم نقول لك بس تروحي تحملي الاوزان بس كرمال هيك يعني عشان ما حتكبري، لا، لانه الفوائد مش طبيعية ومش عادية. طيب خلينا نحكي شوي عن الفوائد. هل واحد معقول انه يخسر وزن على الرغم من حمل الاثقال؟ لان في اعتقاد انه الكارديو هو الوحيد اللي بيحرق سعرات حرارية عالية. هلا انت مجرد ما تروحي على الجيم على النادي وتحطي على الساعة مثلا لك انه يلا انا بلشت عم بعمل سيشن رياضة حمل الاوزان، حتبلشي تحرقي وحدات حرارية. يعني شو ما انت عم تعملي حتحرقي وحدات حرارية. وبالعكس الشيء يلي كثير منيح بالسترينث تريننج او تحمل الاوزان انه بخليك تحرقي وحدات حرارية على 48 ساعة او 72 ساعة بعد الرياضة التمرين. مش مثل الكارديو، الكارديو بتحرقي وخلص هي، بس تحملي الحديد هذا الشيء بيساعدك تحرقي لمدى كتير اطول. والعضل كل بدك تقول شيء، قولي خلصي وانا برجع بقول. كل ما تزيدي كميه العضل يلي عندك اياها بالجسم كل ما تحرقي على المدى الطويل. سو البي ام ار او البيسل ميتابوليك ريت لإلك يلي كان مثلا تحرق 1200 وحده حراريه بصير بعدين 1400 او 1300 وحده حراريه. سو بزيد على المدى الطويل. براء اقتنعت ننسي. واليوم بعد الظهر بدها تنزل تبلش تعمل هذا النوع من التمارين. بعرف انا مني ما بتاخذي، بدك خبيره حتى تصدقي. فاليوم كيف بيبدا انثى انها بدها تبلش تمارس هذا النوع من الرياضه رفع الاثقال بطريقه انها ما تاذي نفسها؟ شو اول خطوات وشو الاوزان يلي يمكن الواحد يبدا فيها؟ سو اول شيء مهم كتير انه الواحد لا اما يحكي مع بيرسونال ترينر، سو مدرب رياضي لحتى يساعده يحط بروجرام طبيعي صحي سليم، يتعلم كيف يعمل هدول الحركات لحتى ما يكون عم يعمل شيء غلط. لانه الواحد بيعمل سكوات غلط مثلا ممكن يأذي ركابه، ممكن يأذي الالبوز، المفاصل بالضبط. سو مهم الواحد يتعلم كيف يعمل الحركات صح لحتى
هو يكون مرتاح هو بالجيم وما يصير يتردد وما يصير ما يعرف شو بده يعمل. فأول شيء إنه يتأكد من مدرب رياضي. تاني شيء في كتير يوتيوب فيديوز، في كتير فيديوز الواحد فيه يشوف. صحيح أنا من مشجعين هذا النوع من التدريب لحتى يشوف كمان. بس بدك تحضري كتير منيح ولحتى تتأكد إنه عم تعملي الحركة بطريقة صحيحة ما تأذي نفسك بالنهاية. وبنفس الوقت في كتير applications، I have an application، لحتى الواحد يكون عم بيشوف الفيديوز والصور طبعاً جد كيف الواحد فيه يعمل الرياضة. طيب براء، أكيد الرفع الأثقال ما بيغنينا عن الكارديو، إذا بدنا نحكي عن جلسة تمرين قد لازم يكون تقريباً وقت الكارديو فيها وقد وقت رفع الأثقال كمان؟ سو بالأول واحد لازم يحمي بالكارديو، سو بدك تحمي جسمك لحتى المفاصل ما يصير فيها أي مشكلة والعضلات يكونوا جاهزين لحتى تحملي الأوزان. فبدك تقريباً شي 10 دقايق من التحمية وتعملي الكارديو، وبس تتخلصي كمان فيك تعملي 10 دقايق من الكارديو، بيناتهم تقريباً شي 40 دقيقة للحمل الأوزان. ممتاز. شو بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا هذا الصباح والنصائح القيمة. مدربة اللياقة البدنية وخبيرة التغذية براء الصباغ، شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد.